سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الهادي الكريم. موضوع النهاردة في غاية الأهمية، وهو إيه؟ إزاي إن أنت تبدأ تتكلم عربي والكمبيوتر يبدأ يكتب وراك عن طريق جوجل درايف. طبعا كلكم عندكم جيميل، والجيميل بتاعك بيكون فيه خصائص جميلة جدا بس مفيش حد بيستخدمها، أو كل الناس بتبدأ فاتحة الفيسبوك ومحدش بيستخدم إيه الجيميل ده. بتيجي بعد ما تدخل مثلا على الجيميل بتاعك، لو انت من جوجل كروم يفضل طبعا الخاصية دي اللي انا بقولها من جوجل كروم، ويكون متحدث اللي هو اخر اصدار ما يكونش قديم. هتضغط على التطبيقات اللي هي تطبيقات جوجل، هيبدأ يظهر لك درايف اللي هو جوجل درايف، اللي هي السحابة الالكترونية اللي ممكن اللي هي بالشكل ده اللي ممكن تحط عليها الملفات بتاعتك. انت اول ما تدخل على الجيميل بتاعك بتبدأ تضغط على اللي هي الجوجل درايف او التطبيقات بتاعت جوجل، وتضغط على درايف. هيبدأ يفتح معاك الدرايف بالشكل ده. انت من خلال الدرايف هتبدأ تعمل انشاء مستند جديد اللي هو عبارة عن زي الورد تماما، تقدر تكتب وتعدل على الكلام اللي هو مستند جوجل او مستندات جوجل. اول ما اضغط عليها هيبدأ يفتح لك مستند جديد زي ما بقول لك بالظبط اللي هو زي الوورد. تقدر تنسق الكلام بتاعك، تقدر تنسق الكلام بتاعك بالشكل ده. انا دلوقتي هستخدم الخاصية بتاعت ان انا ابدأ اتكلم اي كلمة الكمبيوتر يكتبها ورايا او جوجل تكتبها ورايا. باجي هنا على ادوات، ومن ادوات بضغط على الكتابة بالصوت، الاختصار بتاعها كنترول شيفت زائد حرف الاس. اول ما اضغط عليها، لو انا ضغطت كده هيبدأ يسجل، بس لازم اتأكد ان اللغة بتاعتي هنا العربية، لان في لغات كتير جدا، فانت لازم تختار العربية زي ما انا مختارها بالشكل ده. لو انت الجوجل بتاعك بالعربية هيبقى مختار اللغة دي. هضغط على العربية، ممكن تحدد برضو العربية مصر لو انت من دولة تانية، يعني في اسرائيل برضو بتتكلم بالعربية، وفي الاردن، في السعودية، فانت بتختار الدولة بتاعتك، ده الافضل عشان اول ما تكتب اي كلمة يبدأ يسجلها معاك. انا دلوقتي خدت العربية مصر. ركزوا معايا بقى كده في التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول هضغط على موافق اللي هي ايه الله. اول ما اضغط عليها هبدأ اسجل بقى من جديد، امسح بس الكلام، شوف هو لقط الكلام بسرعة. انا هكتب من هنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين. اوقف التسجيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين، يبقى كده كتب لي الكلام صح. واحد يقول لي طب الكلمة دي فيها خطأ، انت بتيجي هنا تضغط كليك يمين ويشوف الكلمة الصحيحة، بيقول لك هل تقصد والصلاة، انا احدد عليها الخطأ بتاعك اتشال. هنا والمرسلين يعني موضوع جميل جدا، لو انت استخدمته ممكن تستخدمه في الناس اللي هي شغالة على موقع خمسات، يجي يقول لك هكتب لك ملفات كتير جدا باللغة العربية او باللغة الانجليزية، هو بس المهم اللي انت تبقى عارف تتكلم باللغة العربية بتاعك بيتكتب بالشكل ده. ممكن اثناء الكلام برضو ممكن تضغط انتر وتعدل على الكلام، لكن الافضل الافضل ايه وانت بتسجل؟ ان انت ما يكونش في حواليك دوشة عشان بيلقط الكلام اللي حواليك، وطبعا كل ما المايك بتاعك كان افضل كل ما هيلقط الكلام بتاعك بسهولة وبطريقة جميلة جدا. لو الشرح عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، وان شاء الله لو في اي مشكلة واجهتكم ابعتولي وانا هرد عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.